شارك سعاده الدكتور بسام اسماعيل بن محمد عضو مجلس الشورى وسعاده السيد حسن ابراهيم حسن عضو مجلس النواب في اجتماع اللجنه الدائمه لشؤون الامم المتحده بالاتحاد البرلماني الدولي واكد البن محمد ان قضايا ومصالح الشباب تحظى باولويه واهتمام متواصل في مملكه البحرين ودعم المتواصل لكل ما يعزز مشاركتهم واسهامتهم في مسارات العمل والتنميه الوطنيه هذا وشهد الاجتماع نقاشا حول مكتب الشباب التابع للامم المتحده ضمان مشاركه اعمق مع الشباب